الله الرحمن الرحيم. بشرى محمد آدم بابكر، ولاية النيل الأبيض، مدينة المرابع دالليبيح. الآن أسكن في مدينة الثورة الإسكان الحارة 76. طبعا كنت مبصر حتى يعني بعد ما خلصت دراستي وعملت في عدد من يعني داخل السودان وخارج السودان، يعني كنت أعمل مثلا في جامعة الخرطوم موظف، وبعدها سافرت وعملت خارج السودان، وبعد ذلك يعني فقدت بصري. فبعد ما فقدت بصري حاولت أعمل إعادة تأهيل، يعني بعد ما فقدت بصري عرفت أنه مثلا الحاجات اللي كنت بعملها زمان، أنا كنت بشتغل شغل إداري، بحتاج لأشوف أكتب كذا، لقيت نفسي الحاجات دي ما بقدر عليها. بديت شنو، خاصة وأنه في هذاك الوقت يعني لسه أنا ما عارف أنه في معينات زي النواطي والأشياء هذه والكمبيوتر والحاس، ما عارف أنه في حاجات ناضجة. بديت أعمل إعادة تأهيل من ضمن الدورات الورش اللي خشيتها، كانت ورشة عندها علاقة بالأعمال اليدوية خاصة الصناعات الجلدية، وده كان اكتشاف أستاذنا عبد الله سليمان أحد المدربين، قال يعني شاف حس بأنه مثلا أنا يعني مثلا ذاكرتيك مختزن أشياء كويسة كثيرة، يعني مثلا بعرف المربع، بعرف المستطيل، بعرف الأشكال، إحساس اليد كويس، برضو عندي علاقة بالألوان، ما ضروري أكون شايفة لكن بقدر أعمل أعرف التجانس بين الألوان، يعني يأتي لون يكون مناسب مع اللون الثاني، ودي مهمة جدا جدا في أنواع الأعمال زي دي. فلقيت نفسي أنه خشيت الورشة دي، والحمد لله رب العالمين أخذنا دورة لمدة 10 أيام. أنا في الحقيقة سبحان الله بالرغم من أني يعني فقدت بصري لاحقا، يعني كنت مبصر كل شيء، لكن سبحان الله في حاجة أنا لاحظتها عند أخوان المكوفين، طبعا مجتمع بالنسبة لي جديد، أنه يعني يقول لك الشفقة، ومرات بيزعلوا من الحياة. أنا غيرت شخصيا التعامل الكويس ما قاعد أزعل منه، يعني مثلا أكون في المواصلات إلى جينيزول يحاول العمل معي بطريقة على سنة عميان، وبطريقة فيها نوع من نقول عليها شنو، رحمة وشفقة، أنا ما قاعد أشوفه فيها تقليل لشأني أو كذا، بالعكس ده زول إنسان كويس، زول فيه إنسانية، زول فيه طيبة، يعني زول دي حاجة من المشاعر الموجودة في البشر يعني. فما مفروض، أنا غيرت شخصيا دي رسالة مقولة لأخواننا المكوفين عموما، يعني ما حقه أو المعاقين عموما، يعني حكاية أنه احنا كمثلا الواحد يقول لك يساعدك او يقول يقدم لك خدمه، ما فيها حاجه. هسه انا مثلا مره ماشي في السوق مدرمان، ماشي اجر ورشه، لقيت ماشي على عماره اسمها عماره السعودي ولا عماره، ايوه انا ماشي على العماره، امشي يمين القى طوب، امشي شمال القى رمله، امشي كده القى خرسانه، يعني واحد ماشي ومندفع يعني بطريقه جميله جدا جدا، سلم طوالي غمت لي شنو قروش في يدي، يعني انا طوالي ثبته، قلت له يا اخي والله انت لانك رجل في خير وطالما انك قدرت تساعد تساعدني بالحاجه اللي انا داير له امكن، قال لي جدا، قلت له انا داير امشي العماره دي لكن الباب ده ما قدر اصله لانه شايف الخرسانه والحق، قال لي جدا تعال، مشى معاي ومشينا والحمد لله رب العالمين، واتفقنا مع ناس وروني الدكاكين الفوق شفتها كلها، وحتى لقيتها ما بتتناسب مع ورشتي لانه ما بتشيل لي كل حاجاتي، وطبعا استغرب في الحاجه دي، هو ذاته زول عميان وجاي ياجر ورشه، ما مشى مننا زول القبيل اللي كان داري يساعدني، انا رجعت له قروشه مشى معاي، وبعد ذاك ثاني قالوا لي في دكاكين جديده تحت، شفنا الدكاكين تحت. فشنو سبحان الله، يعني بقيت انا بدل كنت ممكن ازعل منه ولا اشاكله ولا اقول له يا اخي انا ما محتاج ولا كذا، لا بطريقه كويسه بحس بانه استغرب، يعني عميان وعنده ورشة وداري أجر وكذا، يعني فشاف حاجة كويسة. بالعكس قال لي أنت ماشي وين، قلت له ماشي ورشتي هناك جنب الجامعة، ماشي معي وشاف الورشة، وبالمناسبة بقى واحد من الناس، بقى زبون وبقى كمان شنو بيجيب لي زباين. يعني دور الأسرة، والله دور الأسرة ده للأسف الشديد دي واحدة من المشكلات اللي أنا
يعني لما جيت وانضميت للشريحة دي كنت قاعد أقول أنه للأسف الشديد في عدد كبير من المعاقين ما كلهم ضحية تنشئة خاطئة. يعني شنو؟ يعني مثلا بقول عليها شنو هي، ما نقول الحنية، ما بخلوه يعمل حاجاته، يعني ينوب عنه في عمل حاجاته، أي حاجة بيعملها بالإنابة عنه دي بتخليه شنو ما بيتعود على المسؤولية. هذا واحد. اثنين، بتخليه يبقى اعتمادي كويس، يعني والظلم اللي يبقى اعتمادي للأسف الشديد ممكن يصل اللي يبقى أناني كمان. فيلا أنا ما قاعد ألوم من هنا، أنا قاعد ألوم أهاليهم في بعض التصرفات، بعض الـ نقول عليها المهارات السلوكية. يعني دي يفترض أنه الكفيف مثلا أهله يخلوه يمشي مع زملائه الأولاد القدروا البنات القدرون، غير كده هون ذاتهم يلاحظوا له في بعض الأشياء، يعني مثلا يقعد كيف، يتكلم كيف، يعاين للناس كيف. في ناس بالمناسبة بعانوا من الحاجة دي، بس الآن في ناس بعانوا من الحاجة دي. السبب شنو؟ أهلهم قافلين نوم، ما بعرف ليش، يعني ما مع أنه زول ده ربنا أراد ليه يفقد بصره، ما عيب يعني عشان يدسوه. فيلا ما قاعدين يخلوهم شنو يكتسبوا مهارات. المهارات السلوكية دي زول بيكتسبها بحاجتين، إما بالشوف كويس، أو بتوضح له عديل، يعني لا أعمل كده ما أسوي كده. حتى في الكلام ده يعني مرات للأسف الشديد في بعض الناس المعاق أو الكفيف تحديدا أو المعاق عموما ما يعني ما قاعدين يأخذوه، ما قاعدين شنو يحاسبوه، ما قاعدين يقول له ده غلط. وده مرات بينعكس على بعض التصرفات، بعض المكفوفين مثلا أو بعض المعاقين، وخاصة إحنا في شريحتنا عندنا بعض الناس بيعملوا أشياء جد يعني إحنا ذاتنا قاعدين نزعل منها. في الختام طبعا بحيي كل الناس اللي وقفوا معانا من الأسرة، من الأصدقاء، هنا مثلا في الاتحاد المركز تحديدا أستاذنا عبد الله سليمان ما قصر معانا، عندنا أستاذ محجازي برضو ما قصر، فكلهم يعني أنا بحييهم ما قصروا معانا، يعني خاصة بعد ما فقدنا البصر وقفوا معانا، والله وقفة قوية وربنا يديهم الصحة والعافية. رمضان كريم، تصوم وتفطر على خير، نحن اللي بيدينا بنغير حالنا وحال غيرنا. نتكتف ونبقيت فيه أحلامنا تتوالى طموحنا يعلي يزيد. لمتنا لما تخير وسطنا من دهلة التعميم، نحنا راية ونحنا غاية ونحنا للأجيال حكاية.